بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين. سهره رياضيه جديده، ملعب اون تايم سبورتس دائما وابدا معكم. النهارده مش هقول كلمتي الشهيره الانفرادات والكواليس والاخبار، لا، لان النهارده حلقه مختلفه خالص عن كل اللي شفتوه قبل كده. بعيدا عن الاخبار، بعيدا عن الكواليس، بعيدا عن الانفرادات اللي بنجيبها كل حلقه، وحتى القضايا والمشاكل والملفات السخنه النهارده مش موجوده معانا. ليه؟ النهارده هنعيش مع بعض في تفاصيل وارقام واحصائيات الموسم 61 من الدوري المصري اللي انتهى من 20 يوم بالظبط بعد خناق وصراع ومشاكل وازمات وكورونا وحدوته. الدوري قعد اكتر من السنه 365 يوم، الدوري قعد 406 يوم بالتمام والكمال. لكن ارقامه بتقول ايه؟ بتقول ان احنا عندنا 690 هدف، هتعرفوا مين اللي سجلهم وتسجلوا امتى. هتعرفوا ان عندنا كان 158 ضربه جزاء، هنقول لكم كم ضربه ضاعت منهم. هنقول لكم الدوري اللي كان فيه 1094 كارت اصفر، 96 بطاقه حمراء، بمعنى اصح، او 56 بطاقه حمراء عفوا، بمعنى اصح مفيش حاجه في الدوري هتفوت مننا النهارده. كل الارقام القياسيه اللي اتحققت في الموسم سواء على مستوى الفرق او اللاعبين هتكون قدام حضراتكم. هتشوفوا افضل 20 هدف في الموسم، هتعرفوا احسن 11 لعيب في الدوري، هتختاروا معانا الافضل في كل مركز، هنعلن لكم نتيجه الاستفتاء اللي اترفع على صفحات القناه على السوشيال ميديا، شارك فيه كل المحللين اللي في القناه، مجموعه من المدربين والخبراء والنقاد الرياضيين، لان النهارده يوم الحصاد، حصاد الدوري المصري. يوم جميل، حلقه اتمنى تكون جميله، خليكم معانا ان شاء الله. احمد عز اللي وحشني. وحشني جدا يا كابتن، اخبارك ايه؟ مبسوط جدا ان انا موجود معاك النهارده، وانا مبسوط ان يقولك وخاسس وتمام التمام وفل الفل. الحمد لله. اخبارك تمام؟ الحمد لله، دايما بكون مبسوط وانا موجود مع حضرتك. حميد والله حاجه جميله، انت من الناس الجبال، الواحد بيحترمهم وبيقدرهم والله. ربنا يخليك يا كابتن خبير. طبعا محمد البدري، كورا ستاتس، هاو ار يو؟ الحمد لله. ازيك يا كابتن شويه؟ اقول لك هاو ار يو بالانجلش. فاين ثانك يو سير. اقول لك كومون سافا يعني ان شاء الله كده. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله، نورنا. انا سعيد بوجودي مع حضرتك ومع صديقي العزيز احمد عز. يعني احمد من اول الناس اللي اشتغلنا مع بعض، ويمكن اول الناس اللي قبل امن الدفاع بكره ستاتس في بدايتها. يعني كلنا بصراحه امنا بيها، لان التجربه جميله. الله يخليك. التجربه بتاعه وانتوا عاملين شغل كويس. ربنا يبارك فيك. ربنا. انا رحت زرتكم ولقيت حاجه جميله، واحنا اتشرفنا وسعدنا بحضرتك وبدعمك الدائم. يعني هسالك سؤال بعيد عن كل اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، الدوري و 18 نادي صح ولا 16 نادي اصح؟ هي دايما بتتقاس على معدل جمع النقاط بتاع كل فرقه، علشان خاطر تشوف اذا كان الدوري بيبقى دايما فيه خصوم سهله قوي، وبالتالي ده بيقلل. هو هدفنا ايه كلنا من الـ من الـ من الحسابات اللي شبه كده؟ ان احنا نعلي قيمه المنتج. مزبوط. ان قيمه المنتج دي تبقى في افضل صوره ليها. فبيقيسوا حاجات غريبة جدا بره، يعني بتلاقيهم مثلا بيقيسوا زمن اللعب الفعلي، بتلاقيهم بيقيسوا الحاجات اللي تقدر لهم، هو في حاجة غلط في الكورة محتاجة تتحسن، هو القوانين بتاعتنا محتاجة تمشي في اتجاه تحسن كواليتي الصورة والجودة بتاعة الدوري ازاي. ده الشغف اللي بيبقى عند الناس بره، واللي بيبقى المحرك الأساسي للقرارات. نعم. فاحنا لو عايزين نسأل هو احنا الدوري بتاعنا أنسب حاجة ليه قد ايه، لازم نبص على الفرق اللي بتهبط عندنا، بتهبط بفرق كبير قد ايه عن الفرق اللي فوق. حلو. لو الفرق كبير قوي يبقى احنا محتاجين عندنا نقلل. عندنا فرقتين فرق كبير قوي على طول 100%. آه. فيبقى احنا الافضل ان احنا نقلل العدد بتاع الناس اللي موجوده في المسابقه. 16 ده لو احنا بس بنبص على الجوده بتاعه. آه. اللعب، انما دايما بيبقى في حسابات تانية برضه مرتبطه بيه، هو الدوري ده بيجيب فلوس قد ايه. آه. وبالتالي لما تعرف الدوري بيجيب فلوس قد ايه، تعرف هو توزيعه الفلوس عادله ولا لا. فالانديه لو 14 نادي هتكسب اكتر بكتير، طب لو كسبت اكتر بكتير ده هيفرق في جوده الفرق، وبالتالي جوده المباريات ولا لا. دي كلها حسابات واسئله بتبقى ضروريه جدا انها تتحط على الترابيزه واحنا بناخد القرار. برضه ما قلتليش. ما هو يعني بص، لففتني مصر كلها وانا قاعد، وانا هلف معاكم على البدري ومش مش هبطل. أنا السؤال انا احب 18 ولا 16؟ انا اقول لحضرتك 18 حاجة. ولا 16؟ لغه الارقام احسن حاجه. انا بالنسبه لي 16، بس انا اقصد ان الموضوع دايما في القرارات اللي شبه كده لازم يجي من مذاكره. لازم يجي من منطلق مذاكره فيها ناحيه ماديه، فيها ناحيه تسويقيه. واقول لحضرتك حاجه كانت الناس كلها بتتكلم فيها، فكره هل يستأنف النشاط ام يلغى النشاط. انت كنت مع ايه؟ انا كنت مع انه يستأنف لسبب واحد
بس. انا كنت مع يعني مبررات الغائه كانت جيده جدا فيما يخص ان احنا عندنا فرصه ذهبيه نبتدي من بدري وبالتالي ناخد موسم منضبط. لكن كانت المشكله الوحيده ان انا كنت حاسس ان ده هيكسر قيمه المنتج. ده صحيح، ده النقطه الوحيده اللي انا بحس ان ضروري كلنا نشتغل عشان ونطور كل حاجه. اذا طبقا الاولى 18 او 16 طبقا لقيمه تسويقيه ومنتج والفاليو بتاعه، تمام 100%. عايز ترد في حاجه في السؤال ده ولا مش حابب؟ انا شايف 18 زي ما احنا وشايف ان احنا محتاجين نعيد توزيع الفلوس. مشكله الانديه اللي ما قدرتش تستمر او تنافس ان احنا بنلعب في دوري انفير. انفير لانه الانديه لازم عشان يبقى عندنا احنا في الاخر الهدف زي ما عز قال المنتج، ان المنتج يبقى قيم، المنتج يبقى قيم بالمنافسه. احنا السنه دي اتفرجنا على منافسه شرسه جدا في معركه الهبوط بالظبط، وكنا لغايه اخر يمكن جوله او جولتين يمكن اف سي بعت شويه، بس طنطا الحقيقه طنطا لغايه اخر ثلاث او اربع جولات كان ستيل عنده شويه امل نظريا، انما المركز الثالث ما اتحسمش غير في اخر جوله يمكن. الموضوع كان صعب جدا على الناس كلها. فانا كنت شايف الدوري السنه دي رغم كل الظروف كان تنافسي ممتع، يمكن الاهلي حسم المقدمه بدري، بس المراكز الثاني كان عليه خناقه كبيره، الرابع عليه خناقه كبيره، الهبوط عليه خناقه كبيره، وبالتالي انت طول الوقت مستني كل ماتش يعني. اذا 18 شايف انه افضل؟ افضل بشويه ضوابط. احمد عز كان موسم هجومي لدرجة كبيرة. أعتقد أن الموسم كان فيه جزء من الجودة فيما يخص الفرق المقدمة كلهم. وجود بيراميدز مع الأهلي مع الزمالك زود الجرعة بتاعة الفرق اللي عندها حلول هجومية بشكل ممتاز، ويمكن بدري كمان محضر الأرقام اللي تعكس الكلام بتاع الأهداف اللي كانت ممكن تسجل في الدوري ده كانت ممكن توصل لحد فين. لكن بالنسبة لك شايف انه المعدل اللي احنا وصلنا عليه 2.25 هدف في كل مباراة شايفه معدل جيد، وده يدي انطباع ان ده ان الدوري المصري بيلعب كرة هجومية 100%. 100% أرقامك. طيب تعالى نمسك بس بلاش لغة الأرقام السكة دي عشان الناس النهاردة ما تهربش منها. لا مفيش سكة خالص، احنا هنقول دلوقتي كمان وحلول. لما نيجي نمسك الاول الاهداف المتوقعه، هي بس المصطلح بتاع المتوقعه ده بيدي الناس ايحاء دايما انه في المستقبل. لا احنا بنتكلم على جوده الفرص اللي صنعها كل فريق. بسرعه كده لو جبنا 100 ضربه جزاء، اخر 100 ضربه جزاء في الدوري تمام كويس، لو شطناهم 89 كوره هتخش و11 هيضيعوا، يبقى احتماليه تسجيل هدف من ضربه جزاء هو 89%. كويس. لو جالك في المباراه 3 ضربات جزاء يبقى ممكن تسجل او كان المفروض تسجل هدف فاصلة 6 7 من 10. جبت 3 يبقى انت بتسجل اعلى من الحقيقه، اعلى من المتوقع. جبت 2 منهم يبقى انت المتوقع بتاعك كان اعلى من اللي سجلته فعلا. ده كده الاهداف المتوقعه. تعال بقى نبص على الفرق. الاهلي هو نمره 1 98 هدف متوقع. جاب منهم فعلي كام؟ 72، وهنشيل 2 اعتباريين على جنب. كويس. مين الثاني؟ بيراميدز. مين الثالث؟ الزمالك. الرابع مين بقى؟ وده مهم جدا، الجونه. الجونه عنده 72 هدف متوقع. طيب في رقم تاني مهم جدا عشان نربطهم ببعض، قدرتك على تحويل الاهداف المتوقعه لاهداف. ودي تفسر الشراسه الهجوميه بتاعت الفرقه وقدره اللعيبه كواليتي اللعيبه يعني. كويس. الاهلي 73%. ده الاول. اعلى فرقه في الدوري عندها قدره على التحويل كانت سموحه. 82%. مش الاهلي. كويس. سموحه، يليها نادي امبي 75%، يليهم يليهم الاهلي 73%، وبعدين اسوان 71%. حاجه بقى بالله لا لا الناس هتقفل التلفزيون وتضربنا دلوقتي. طب بصوا بس يقول لك قوموا روحوا، ده لسه حاجه جايه مهمه. قولي. عايزين نشغل الكليب بتاع الاهلي، عايزين نفهم برضو ونتكلم مع الناس. هو الاهداف الحقونا الاهداف الحقونا هنضرب الحقونا الحقونا هي دايما الارقام بتبقى قراءه بتدلك على الشغل. خلينا نبتدي من الاول كده ونقول للناس هو الاهلي مثلا كانت جودته عامله ليه كده في بدايه مشواره مع ريني فايلر. مدير فني بيعطي للاعبيه حلول. خلينا نشغل الكليب من اوله ونشغل كده. هو ده مش من اوله؟ لا لا ده يعني قصدي يبتدوه من الاول، لان هو هاتوا الكليب من اوله بتاع النادي الاهلي بدل ما نضرب. ستوب قال لك ستوب. ارجع واشتغل معايا بقى واحده واحده ستوب لحد ما بس وقتنا مش كتير. يلا بينا ارجع. عندنا حازم امام ووليد صلاح ونعمل تكتل استفتاء. يلا شغل 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 لحد ما يستلم الكوره وستوب. استلم هنا
خرج المدافع من بيته. تمام. فريني فايلر محفظ الفرقه بتاعته كويس قوي ازاي تستغل المساحات اللي خارجه من بعض. كويس. وبالتالي في الوقت ده كان الاهلي لاول مره من فتره طويله، لان مارتن لاسارتي ما كانش بيعمل كده، كان مدي لعيبته حلول، فانت ابتديت تشوف شراسه وسرعه هجوميه كبيره للاهلي. حلوة. شغل بقى كليب وشوف، يلا باشا بص المساحه اللي فضيت من خروج المهاجم من بيته. ده رمضان. بالظبط. شوف المساحه اللي فضيت من خروج المهاجم من بيته، الراجل اللي في رجله الكوره حافظ هو هيعمل. نعم. شغل بقى بسرعه علشان خاطر افرجك هل ده حصل مره واحده في الموسم ده ولا لا. هنا الراجل ستوب. معلش كمل. معلش كمل. طيب انا كنت عايز بس ابين السنتر باك اللي خرج من بيته. تمام. اوكي. فرق المساحه ازاي اللي جري عليها رمضان. رمضان ما جريش عشوائي. رمضان مستني يشوف مين اللي هياخد الراجل ده. برضو كان ريني فايلر. ريني فايلر. نعم. شغل بقى بسرعه علشان خاطر ننقل على مرحله موسيماني. نعم. عايز ابين لك قصدي ان فكره الاهداف المتوقعه او اللعب الهجومي ما كانش مبني بس على الامكانيات العاليه للاعبين، على قد ما هو مبني على قد ايه المدربين بيدوا حلول لفرقهم. طيب. في ارض الملعب. السؤال بس بدري، الناس تقول لك يعني ايه بطل دوري ويعني ايه بتدي له نسبه اقل، يعني ايه بتدي بيطلع في المركز الثالث بعد امبي وبعد سموحه او بعد سموحه وامبي. بس خد بالك من حاجه بقى مهمه. يلا بينا. امبي هو الاخير على الدوري في الاهداف المتوقعه. خلاص. بس هنا نزل نبص على رقم ده، عنده 75%. عنده محمد شريف عامل 91% كونفرجن ريت اللي هو قدره على تحويل الاهداف. محمد النهارده ماشي، ام بي السنه الجايه عنده مشكله كبيره. لما نبص على سموحه هنلاقي ناصر ماهر اعلى لعيب بيصنع فرص في الدوري ماشي. عنده مشكله السنه الجايه. هتحل دول ازاي؟ اسوان عنده فادي فريد. ماشي. كويس. ماشي. عنده فادي وكريم الطيب مشوا بين الاثنين. عنده الحقيقه ابراهيم جلال مشي كذا. معظم الفرق اتفرجت يعني طبع. كويس. فدي تقول لك قراءه مهمه. انه هو انت بتعمل كونفرجن بس ما فيش حد وصل قد الاهلي. الاهلي هو الاعلى في الوصول، 10 تجوال متوقع، سوري انا اسف، 17 هدف متوقع عن بيراميدز الثاني. فالاهلي في حته لوحده. التحويل وانت بتوصل كتير فرصك ضايعه هتعلى بالتاكيد. عكس الفرق انها بتوصلش كتير. فدي بس ملاحظه بس عن هنا في نقطه كابتن شوبير مهمه قوي تخص محمد شريف تحديدا. محمد شريف في طريقه لعب انبي، انا شفت طبعا الانترفيو الهاي اللي حضرتك عملته معاه، ولد جميل جدا وواضح. واحد زعلان وقال لك ان قال الجنيه في الاهلي ب 20. انت اللي مزعلك يعني؟ قول ب 20 قول ب 50، راي الراجل هو حر، انت زعلان من ايه يعني؟ حضرتك كنت بتساله كتير على فكره الفرق بين المدربين اللي تعاملوا معاه على مشوارهم. في انبي كان في تركيز كبير قوي على الكاونتر اتاك، وان محمد شريف يجي بوشه. ودي حاجه ما شافهاش محمد، او مش ما لقاهاش محمد شريف في مرحلته مع الاهلي. نعم. بالظبط كده. وهتبقى نقطه مهمه جدا وهو راجع للاهلي، ان الاهلي يبقى فاهمها. الراجل ده كان بيلعب طول الوقت بوشه. لما كان الفرقه بتحتاج للاعب بيلعب بظهره كان بيحط احمد علي في التشكيل وينزل محمد شريف لما الدفاع بيرهق. وبالتالي شريف في معظم الاوقات اللي لعب فيها تحت راس الحربه او المساحه اللي بيلعب فيها وبيضطر يلعب فيها بظهره عانى من فقدان كبير للنقاط او للكوره. هل ده معناه ان محمد شريف لما هيروح الاهلي هيعاني من نفس المشكله دي؟ هنا هتبقى مرتبطه بموسيماني بيفكر في ايه. يبدو من القراءه الاوليه للشغل بتاع موسيماني ان الراجل بيفكر في نوعيه المهاجمين اللي بتيجي بوشها زي محمد شريف اكتر من المهاجمين. موسيماني قعد مع الخمسه امبارح قال لهم انا محتاجكم. بالظبط. طبعا فيهم احمد ياسر وايه امكانيات كبيره. والفكره اقصد ان بتشوفه في اوقات كتير كان بيحاول يحط كهربا راس حربه. أيوه. وبيحاول يدور على المهاجم اللي بيجي بوشه اكتر. وبيحاول يدور على ان الكوره ما تبقاش عباره عن عرضيات، وما تبقاش الكوره اللي فيها شعلقه على قد ما تبقى كوره جايه من تحت. حلو. وبالتالي تخدم ربما محمد شريف وصلاح محسن. وبالنسبه كمان لفكره ناصر ماهر، فناصر ماهر برضو لازم جمهور الاهلي ياخد باله من حاجه مهمه جدا. ان ناصر، انا يا ريت لو شغلوا الكليب بتاع ناصر افرجك على الفرق بين ناصر الاهلي وناصر سموحه. بقى عامل ازاي ناصر في مرحله ده مش من اوله بس يعني ما علينا. ناصر في مرحله في سموحه كان بيلعب صانع لعب في الوقت اللي كان بيلعب فيه صانع لعب. كان بيفقد الكوره كتير، انما بص المرحله اللي ابتدى يلعب فيها ارتكاز مع احمد سامي. أيوه. وكانت حركه قويه جدا من سامي انه يغير مركز صلاح ناصر ماهر ويحطه في حته ابعد من الزحمه بتاعه صانع اللعب. نعم. فغيرت من شكل ناصر ماهر في ارض الملعب. اولا بقى بيعمل التحامات احسن لانه في وسط لعيبه بتحميه. وفي نفس الوقت بقى جاي من ورا. نعم. من غير رقابه تحرف. فبيلعب بحريه اكبر بكتير. فابتديت تاخد احسن حاجه منه وهي التمرير. هل في الاهلي ينفع يلعب ارتكاز تاني او حاجه شبه كده؟
دي سؤال نقطة صعب. هتبقى صعبة جدا طيب. لكن برضو طيب. في نفس الوقت اعتقد ان موسيماني مدرك جدا للفكرة دي واعتقد انه هيستفيد كتير من الامكانيات الرهيبة اللي احنا شايفينها. خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني للغة الارقام. عايز اسألك عن اهم المهاجمين اصحاب الفرص، عايز اسألك عن المراوغات اللي كانت اكتر مع الاندية، عايز اسألك عن افضل الحراس اللي كانوا موجودين، عايز اسألك عن الاستحواذ وهل بيفرق في طرق اللعب ولا لا، وعايز اسألكم عن حراسة المرمى وهل بالفعل الثلاثي اللي في المنتخب هم الأحق أم لا. كل ده بس يا رب بالوقت يسعفنا بعد الفصل. لغة الأرقام، أصحاب الفرص، أهم اللعيبة، المراوغات اللي كانت مجدية، هل دي بتفرق معاكم في الإحصائيات ولا مش مهمة قوي عندكم؟ طبعا. وبقول لك الابلكيشن يعني اعلى فرقه السنه دي عملت مراوغات الاسماعيلي. اسماعيلي وبفرق كبير عن باقي الفرق. والحقيقه ده جانب لما تيجي نبص على الاسماعيلي بقى فنيا السنه دي، غير مدربين كتير. اسماعيلي خلاص كام، 9 او 10 بقى السنه دي يعني اصلا اسماعيلي ابدا يعني طبعا كفايه كم المدربين اللي تم تغييرهم. 12 يعني. 12 يا نهار ابيض، غير مدربين كتير. اللعيبه اللي بيلعبوا بشكل فردي لانه طول الوقت هم بحس ما فيش حاجه متقاله، مش متحفظين حاجه لا خالص. لما تيجي تبص على النادي الاهلي هتلاقيه في مركز متاخر من حيث المراوغات لان اللعيبه بتلعب بشكل جماعي. هتلاقي عبد الرحمن مجدي هو متصدر في موضوع المراوغات ده، هو الاعلى في الدوري برقم. عبد الرحمن مجدي عامل معلش لحظه واحده 122 مراوغه صحيحه في الدوري ده من اصل، انا اسف ده الاسماعيلي عامل 122 مراوغه. عبد الرحمن مجدي 122 مراوغه من اصل 179، 4.5 مراوغه في المباراه. مين وراه، مين يليه؟ مش في الاسماعيلي، مين يليه بصفه عامه؟ عبد الرحمن مجدي اعتقد كان يليه محمد الشامي في الاسماعيلي برضو. في الاسماعيلي الاسماعيلي برضو بكيتي جاسا اعلى لعيب عمل برضو اسماعيلي، عامل اعلى معدل مراوغات 4.6. لما تيجي تبص على نادي الاهلي حاجه ملاحظه غريبه جدا. الاعلى تفتكر مين؟ هتلاقي واحد من المدافعين، اليو ديانج. واحد من المدافعين 96% معقوله دقه مراوغات يعني عامل الراجل 51 مراوغه 49 صحيحه. يليه عمرو السولية، يجي وراهم الاعلى هو محمد قفشه، مجدي قفشه ان كان نسبته 71%. ودي نقطه يعني كنت لسه بكلم مع عز في قبل ما نخش الهواء على مجدي قفشه. قفشه طريقه لعبه مخليه فرقه النادي الاهلي شويه المهاجمين فرصهم ان هم يحصلوا على الفرص اقل، انه بيحاول على المرمى كتير. وهو محتاج شويه يقل شويه في موضوع محاولاته على المرمى. لا احنا عايزين نحاول على المرمى. انا مؤاخذه يا فندم، لا مؤاخذه يا باشا، يغذي على المرمى يا باشا. لا يا باشا عايزين نحاول. انا متفق معاك، احنا بنستمتع انه فرجاني يحاول على المرمى. هقول لك رقم يا كابتن شوبير، هقول لك رقم يا كابتن شوبير مهم قوي. محمد مجدي قفشه عنده التحويل الفرص لاهداف 41%، هو الاقل في النادي الاهلي. دي اللي لازم تعلى دي بالظبط كده، لو بدات تعلى الفتره الاخيره طبعا. يعني مباراه الوداد، مباراه المنتخب مع توجو، الدنيا بدات تظبط. لو الرقم ده عالي الاهلي عموما هيتحسن على مستوى تسجيل الاهداف. معك. انا عايز اسالك اذا كنت عايز تعقب على حاجه عقب على حاجتين سرعة قوي، على عبد الرحمن مجدي ايوه، وفكره انك لاعب موهبه عظيمه ده مش معناه لاعب عظيم. في مشوار في النص، فبالتالي المراوغات هي واحده من اسبابها الرئيسيه ان الفرقه عماله تغير مدربين، فعماله تغير في اشكال تكتيكيه، فاللعيبه فعليا بتعتمد على نفسها اكتر ما بتعتمد على اي حاجه. بس لما تبص بعد المراوغات قد ايه في كوره بتفقدها في وسط الملعب بتبقى سهله بالشكل ده، بتبتدي تقول لنفسك لا، فيها عبد الرحمن مشوار كبير محتاج تقطعه. كويس، ادي نقطه. كنت عايز تتكلم في نقطه ثانيه على اليو ديانج. الفكره بتاعت الاحتفاظ بالكوره بتاع اليو ديانج عامل ممتاز للاهلي في الخروج بالكوره تحت الضغط. صحيح، خلى الفرق تخاف تضغط على الاهلي، فبالتالي بقت بتتقهقر بشكل كبير. ده اللي انت كنت عايز تقوله بالظبط كده. احتفاظ بقوه بتمرير تحت الضغط دائما. ثابت. نعم. وبالتالي انت بقيت الفرق ما بقتش عايزه تضغط عليك عشان عارفه انها مش هتنتزع الكوره، فبتتراجع، فبتديك فرصه للاستحواذ بشكل مبهر زي ده. ده كان سؤالي ليكم انتوا الاثنين، لان ده مهم جدا باعتبارك احصائيات دقيقه جدا واعتبارك ما شاء الله استاذ في التحليل. اللعيبه الاجانب في مصر عملوا طفره؟ المستوى اتغير عن زمان؟ كنا دايما نقول في مصر ما بنعرفش ننقي اللعيب الاجنبي دلوقتي. الدنيا اتغيرت، والدنيا امثله 100%. واعتقد ان كينو
كان واحد من نقاط التغيير في الكره المصريه. طبعا. لان احنا بطبيعتنا كنا بنروح هو دايما الاجنبي اللي انت بتجيبه من بره بيبقى بتدور فيه على ايه؟ بتدور فيه على حاجه تكمل لك النواقص. احنا كنا متعودين ان احنا نجيب اللعيبه اللي عندها قوه بدنيه عشان دي الحاجه اللي ناقصانا، بيجروا اكتر مننا واقوى مننا في الالتحامات. لكن في الكوره لما الدنيا بتتغير دلوقتي ومدربين احمال واجهزه فنيه فيها من كل التخصصات، اصبح المنطق ان انا اروح للي عنده الحل الاكبر. نعم. وبالتالي رحنا للعيبه اصحاب المواهب اللي زي اشرف بن شرقي. أيوة. وزي علي معلول. أيوة. وزي فرجاني ساسي، فعملوا نقله في شكل ديانج وطبعا اليو ديانج ووالتر بواليا وزي الدين الجزيري. بس صحيح. اقصد ان دي عملت نقله لفكرتنا احنا عن اللاعبين الاجانب في الفتره. من الافضل من الاجانب؟ بالتاكيد عندك ارقام. بالتاكيد بن شرقي، علي معلول، والتر بواليا من الجونه، فرجاني ساسي، كلهم ارقامهم جيده في معظم النواحي سواء الدفاعيه او الهجوميه. انا بشوف انه بدا يحصل تغيير، ان احنا كنا لا زالت بعض الانديه بتحب تجيب اللعيب الفري. الفكره مؤخرا بقينا ندفع فلوس في اللعيبه الاجانب فبنجيب كواليتي بلاير، لعيبه ذو جوده عاليه، وبالتالي ده غير الشكل. وبقى عندك تشوف النهارده في الدوري الهدافين بينافس عليهم لعيبه اجانب. يمكن الروتيشن شويه في الزمالك بيخلي اللعيبه الاجانب ارقامها بتظهرش في اللي فوق، بس لو اخذت المتوسطات هتلاقي دايما متوسطاتهم عاليه جدا. طيب عشان وقتنا بيجري، اهم الارقام القياسيه اللي عند محمد البدري. طيب خليني اتكلم شويه عن صناعه الفرص. كويس. في الاهلي محمد مجدي قفشه عامل 56، هو الرابع في الترتيب 56. نعم. فرصه. ليه علي معلول السادس 50. ناصر ماهر هو الافضل على الاطلاق، هو اعلى صناعه اهداف في الدوري 10 اهداف، عامل 67 فرصه. عبد الله السعيد في المركز الاول من حيث صناعه الفرص عامل 73 فرصه منهم 8 اهداف. في الزمالك زيزو في المركز العاشر 38 فرصه منهم 3 اهداف، وتحصل على ضربتين جزاء في بعض الـ 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 الاحصائيات بتجمع الاهداف اللي جايه من ضربات الجزاء اللي حصلت عليها انها كفرص يعني. ونجم وراه المركز 14. اوباما عنده حاجه، هو في المركز 17 من حيث الصناعه، بس الحقيقه هو عنده 20% من الفرص اللي بيصنعها بتحول الاهداف. طب اجري معاك، اجري معاك على الحراس وضربات الجزاء وكرات العرضيه والانفرادات، بس سريعا جدا. طيب الحراس عندك رقم غريب شويه، عصام ثروت. الحارس عصام ثروت حارس اف سي مصر جه عليه 27 انفراد. صد 19. ما شاء الله. 70% من الفرص اللي جت عليه صدها. كويس. استقبلت شباكه 5 اهداف بس من انفرادات. يليه احمد السعداني، يليه محمد بسام، وبعدين الرابع الشناوي. في ناس كتير تقول لك ليه الشناوي ما بيظهرش؟ لان الاهلي ديفنسه قوي جدا، ديفنسه قوي والله جدا، من على باب الاستاد ما بيجيبهمش كتير يا جماعه. فطبيعي انه ما يبقاش زي فرقه هيبقى سهل. تعال نتكلم على الكرات العرضيه. الهاني سليمان هو الافضل في التقاط الكرات العرضيه، 17% من الكرات العرضيه اتعملت على فرقته طلع خد. حضر لنا يا ابن البودي جارد واحنا ماشي. نعم. ما ده عشان الجناحين بتوع سموحه ما بيرجعوش دفع، ما بيرجعوش دفع هنعمل ايه يعني؟ يا جماعه حراس الاهلي والزمالك مش هيظهروا في الارقام، الشناوي ظهر بمظهر هايل، مش مختلفين طبعا بمظهر هايل، ولكن قدامهم برضه خط دفاع وستاره واستحواذ طول الوقت، بس جالهم السنه دي اختبارات كتيره جدا مش مختلفين. طب لما نيجي على متوسط الحراس في ضربات في الكرات العرضيه 13%، في رقم الحقيقه يعني محتاجين نقف عنده شويه. اجري معايا، مش هقدر اقف معاك على ارقام، اجري معايا لان لازم اقول افضل تشكيل جهازه في دماغك احمد عايز. خلينا بسرعه نمسك ضربات الجزاء. عماد السيد اكتر لعيب تصدى ضربات جزاء. نعم. 4 من 9. محمد بسام هو الافضل. نسبه. نعم. 75% صد 3 من 4. فجاب نقط لفرقته، فاقدر اقول بسام كان هايل جدا في الفيديو وصعدهم في الكاس. تحقيقي في الكاس. تشكيل الموسم الافضل بالنسبه لاحمد عز، اعتقد ان احنا مش هنختلف على محمد الشناوي. تمام. على الونش. على محمود علاء، اعتقد مش هيبقى فيه اختلافات على دول. على علي معلول. نعم. بالتاكيد برضو ما كانش فيه خلاف عليه، وان كان برضو ام بي قدم لنا باك ليفت كريم فؤاد سوبر. نعم. وينتظره مستقبلا كبير يعني ان شاء الله الفتره الجايه. الباك اليمين شويه هي اللي لسه حاجه صعبه لحسابات. نعم. الناس كلها، فممكن احطه على جنب لحد ما نكمل التشكيل. أوكي. عندنا عمرو السولية كان نقطة مهمة جدا، وطارق حامد كان نقطة مهمة جدا بالنسبة للزمالك. ما نقدرش نغفل عبد الله السعيد، برغم ان النصف الاخر من الموسم ما كانش بيتواجد بسبب الاصابات، فدي برضو عامل من العوامل المؤثرة. اشرف بن شرقي بالتأكيد برضو مش هنقدر نغفله. جونيور اجاييه برغم ان في جزء كبير من الموسم ما كانش حاضر فيه بشكل ممتاز، لكن هو يصنف الافضل في المكان ده ممكن في الحسابات. لكن في الحقيقه برضو طلائع الجيش قدم لنا
على الوينج كريم واحد من اللعيبه اللي كانت فعاله جدا في تغيير حال فريق طلائع الجيش، فهو اللي ممكن ينال كريم طارق ينال هو المكانه دي في الناحيه اليسرى مع اشرف بن شرقي و عبد الله السعيد، وبالتاكيد راس الحربه مصطفى محمد. مصطفى محمد من البكرات بقى، ما هو انا دي فعلا اكتر حاجه. عندك محمد هاني، عندك احمد عيد، عندك احمد فتحي، عندك رجب بكار، عندك عمر جابر، في لعيبه عنده رقم كويس جدا بكرات. حسن مجدي، حسن مجدي كويس، من اللعيبه اللي عندها ارقام حرس الحدود. حرس الحدود فده لعيب عنده. طب قول لي بقى بالارقام فريق الموسم عشان نقفل البرنامج بالصلاه على النبي كده. بلاش يا كابتن شوبير، بلاش عشان ده هيزعل ناس كتير مننا. مش كده احسن؟ حاجات عايزين نعيش شويه. الله يسترك. الله يسترك. انا بس في حد عايز اقوله برضو من اللعيبه اللي عملت حاجه كويسه السنه دي، احمد رفعت. احمد رفعت طبعا اتحاد سكندري. احمد هو الثاني في متوسط صناعه الفرص 2.7 ورا عبد الله السعيد، فبرضو ده من اللعيبه اللي لازم نشكره كده ونحطه في التشكيل ده. يعني غيابه أثر كتير عن الفرقة في الاتحاد السكندري في النص الثاني من الموسم. سؤالي الأخير ليكم انتوا الاثنين، عز الموسم القادم أقوى؟ طبعا، هي كمان هي الشعلة بتتناقل زي ما اتكلمنا كده، ان كينو جه، أشرف بن شرقي جه، وعلي معلول جه، فكله بقى بيدور على النوعية دي. نعم. فالناس كلها بتتناقل للموضوع، رايحة للسكة دي. رايحة للسكة دي. وتجربة بيراميدز جابت لنا ان الناس بقت عايزة تستثمر أكتر، وكل صاعد عايز يحط فلوس أكتر علشان يبقى فرقه ليها فعلا اسم. نعم. مش مجرد ضيف دوري أقوى كريم، فبالتأكيد هيكون مليء بالمفاجآت 100%. بدري؟ لا مش متفق مع عز، مختلف معاه. ليه؟ لانه عندنا فرق احنا عارفين وهم طالعين انتدابات ضعيفه ماديا، عندهم مشاكل. سيراميكا عاملين انتدابات هايله، البنك الاهلي عامل انتدابات هايله، بس عندك اسوان خسر كتير من جهوده، الجونه خسر كتير من جهوده، المحله ما عملش انتدابات، المقص عنده مشكله. فانت عندك تحت الدنيا ما هياش زي، مش ملتهبه زي الموسم اللي فات، وان كان المقدمه تبقى ملتهبه جدا عن الموسم اللي فات. شايف انه هيبقى فوق مقدمه السنه الجايه اصعب. انا شايف انها اصعب. انا اتمنى بصراحه كمان، لان فعليا دي جزء مهم جدا من زي ما قلنا جوده المسابقه. للاسف الوقت جري معاكم، الحمد لله لحقنا البرنامج. الحمد لله. ما تجيبوش معاك تاني لو سمحت. بدري عظيم. علينا هي الفكره دايما انك لازم تحط كل رقم في سياقه. كل رقم في سياقه. نورتنا يا عز، واشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك نورتنا محمد، كل سنه وانتم طيبين. دايما كده نشوفكم على خير. هنروح لفاصل، بعد الفاصل اعلان نتيجه الاستفتاء هذا الموسم، مجهود جبار لفريق العمل، كابتن حازم امام، كابتن وليد صلاح الدين، بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين. دي مجموعه من اجمل اهداف الموسم اللي فات، وزي ما قلت لكم في المقدمه، حلقه ولا اجمل ولا احلى ولا اروع، حصاد الموسم الكروي واستفتاء ملعب اون تايم سبورتس معاكم في كل الاحداث اللي حصلت في هذا الموسم. معنا نجمين ولا احلى ولا اجمل ولا اروع من كده، حازم محمد يحيى الحريه امام. مساء الفل يا زومه. مساء الفل يا كابتن مصر، ازي حضرتك؟ طيب. وحياك طيبه يا كابتن. عقبال الدوري الجاي يا رب ان شاء الله جميعا باذن الله. والنجم الموهوب المتالق وليد صلاح الدين. ول كابتن شوبير حبيبي، مساء الفل يا ول. مساء الفل عليك يا كابتن، كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا رب، وان شاء الله السنه الجايه تكون احسن من السنه دي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. احساس الدوري اللي جاي نار، ده رايك؟ ده حقيقي، بس من وجهه نظري هيبقى مقسوم مثلا نقول 10 فرق أقوية جدا، وفي 8 فرق هيعانوا. بس 10 فرق أقوية ده كتير. ومن المواسم القليلة. أنا شايف الأهلي، زمالك، بيراميدز، 3 دول يعني ضامنين نفسهم، المقاولين هيلعب أفريقيا فموجود معاهم، تدعيمات للاتحاد السكندري والإسماعيلي والمصري مع علي ماهر وسموحة، إنبي مع كابتن حلمي طولان. أنا يعني في 10 فرق كده كنت مجمعهم، وفي 8 فرق هيعانوا بحكم بقى الميزانيه وبحكم طبعا الامكانيات. حتى الفرق الصاعده سيراميكا والبنك الاهلي بيضموا، سيراميكا عملوا زي ما يكون حلف كده مع مصر المقصه، خدوا عدد كبير من اللعيبه وضموا لعيبه كمان بره، والبنك الاهلي عمل حلف مع النادي الاهلي اللعيبه الشباب بالاضافه للعيبه خبره، طالعين ناويين. يعني اعتقد مش هيبقى سهل ان هم ينزلوا بسهوله يعني. لا يعني سيراميكا كليوباترا تحديدا كمان عملت صفقات كويسة جدا، محمد ابراهيم، توني لعيب كويس قوي، ميدو جابر، محسن، برضه اسمه ايه، مسعد، احمد سامي، ومسعد واحمد سامي لسه عليه مشكلة شوية بس على وشك يعني، احتمال عامر، رجب بكار لعيب كويس قوي،
فعاملين بصراحه يعني انتدابات قويه جدا من افريقيا لعيبه يعني واضح ان داخلين صارفين يعني شافوا اخطاء الماضي في الفرق اللي بتطلع وتنزل على طول ابتدوا يشوفوا على لعيبه مهمه في الدرجه الاولى وده عملنا بشكل كويس. بنك الاهلي معاه مدرب كويس زي محمد يوسف طبعا كابتن محمد يوسف كابتننا اكيد يعني وعنده تاريخ كبير وجايب برده لعيبه زي ما حضرتك قلت كويسه جدا في البنك الاهلي لعيبه جديده لعيبه ما بين المهاره وما بين الخبره فاعتقد دول برضو مش هيعانوا في الهبوط يعني هيعملوا موسم كويس وهيبقوا ند قوي لفرق كتير زي المصري والاسماعيلي والزمالك والاهلي مش هيبقى الموضوع سهل انك تعرف مين اللي هينزل المحله هي اللي ربنا يستر يعني ان شاء الله نتمنى ان هي لسه اقول لك ده يخوفنا على غزل المحله من غير دلوقتي شفنا على اسوان صفقات اسوان ماشيه كتير جدا من لعيبته خايفنا على الجونه الجونه بيعمل يعني بيقلل البادجت شويه تحس عمل جاب حسام الزناتي طبعا لعيب يعني وطبعا ولد جميل وهو كان ماسك قبل كده زمان مع نادر فعارف شؤون الجونه لكن واضح ان في داون جريد شويه للعيبه في لعيبه كتير مشوها وبيبتدوا بشكل مختلف الموضوع ده هل هيمشي كويس الله اعلم كمان رجع اكرم توفيق من الاعاره ورجع احمد ياسر ريان من الاعاره فهتبقى عندهم ومشوا وجده مش موجود فبرضه الدنيا صعبه شويه للفرق اللي كانت موجوده لكن يعني ان شاء الله يبقى دوري قوي باذن الله نتمنى طيب ذلك خلينا يعني. في الدوري السابق وكان لازم نعمل الاستفتاء وكان لازم الاستفتاء يتقسم الى نوعين استفتاء نقاد ومحللين ومعلقين المعلقين هنا في القناه والخبراء والجميع اللي موجودين مع عدد كبير جدا من الساده المدربين والصحفيين واستفتاء جماهيري والنتائج متغيره تماما سبحان الله ما بين هنا وهنا لكن خلينا نقول انه بعد التصويت وبعد الحصر وبعد يعني الأسماء ما حصرناها بالنسب وصلت لثلاثة بيتنافسوا على أفضل لاعب تعالوا نشوف مين اللي تنافس وفي الآخر نعلن لكم من الذي فاز بجائزة أحسن لاعب هذا الموسم لأنه الجائزة متغيرة يعني النقاد والمحللين والمذيعين والمعلقين والصحفيين مختارين ناس والجمهور مختار ناس هنعلن لكم النتيجة دي والنتيجة دي يلا بينا طيب تعالوا ناخد أرقام الثلاثة دول بس قبل ما ناخد أرقام الثلاثة كان بيتنافس معاهم كان قريب جدا من الثلاثي الأحسن لعيب في مصر محمد الشناوي أحمد سيد زيزو بترتيبهم بقى بترتيب الحصول على الأصوات اللي هم المذيعين والمحللين والمعلقين ورؤساء التحرير والإعداد والمدربين والخبراء والصحفيين اللي كانوا 100 واحد الشناوي خد 15% زيزو اخذ 3% طارق حامد 2% مصطفى محمد 1% ناصر ماهر 1% كريم طارق 1% علي معلول 1% نشوف الافضل لسه برضو مش هيعلن النتيجه لكن نشوف بيانات كل واحد موجود عبد الله السعيد في بيراميدز 25 مباراه 35 سنه 17 هدف هو هداف الدوري العام صنع 8 عنده 38 محاوله على المرمى عمرو السوليه 31 سنه بيلعب طبعا في النادي الاهلي لعب 28 مباراة سجل 7 اهداف صنع 5 محاولاته على المرمى 12 اما اشرف بن شرقي فلعب 22 مباراة 26 سنة طبعا نادي الزمالك سجل 3 اهداف صنع 6 اهداف محاولاته على المرمى 13 محاولة نبدأ بكام كابتن حازم وانت حطيت صوتك في الاستفتاء يا كابتن حازم ورقتك كانت بتقول ايه بص يا كابتن هو خلينا نفرق بيننا كمحللين وبين الجمهور صحيح عشان هتلاقي الجمهور اللي انا بذيعه ده المحللين والنقاد والخبراء والصحفيين المحللين احنا الناس يعني كلنا مش انا لوحدي يعني عبد الله السعيد 40% اشرف بن شرقي 19% عمرو السوليه 17% ويجي بعديه بقى محمد الشناوي 15 وزيزو 3 طارق حامد 2 مصطفى محمد 1 ناصر ماهر 1 كريم طارق 1 انا بسال على اختياراتك انت انا كحازم فاكر احنا كمحللين لا يعني اختياراتك انت بص انا شايف عبد الله السعيد نص موسم يعني بعد الكورونا عبد الله مش هو عبد الله السعيد خالص بعيد قوي عن مستواه اللي احنا عارفينه وبالتالي انت بتتكلم على وطبعا ده موسم استثنائي برضه مش عايزين نظلم الناس لكن الموسم ده طويل جدا لكن عبد الله طوال الموسم لا هو نص قعدت الكورونا كان كويس طبعا جدا وهو يعني كتر خيره برضه خلي بالك 35 سنة ما شاء الله يعني وهداف الدوري انجاز بجميع المقاييس بالنسبة له. انا بشوف ما بين عمرو السوليه واشرف بن شرقي الامور من وجهة نظري هي اللي هم دول الاقرب لان لعبوا طوال الموسم بشكل جيد جدا. السوليه لعيب رائع لعيب ديفندر بيزيد بشكل كويس. اشرف بن شرقي في الماتشات اللي فاتت بتاعت الزمالك انا شايفه زاد قوي مع وهو في اول السنة الماتشات الاولانية في افريقيا وفي الدوري بيأديها بشكل كويس.
انا حتتي نوعا ما بحب حته البلاي ميكر والحته لعيب الكوره يعني. طيب وليد، انا قولا واحدا يعني عمرو السوليه. عمرو السوليه شايف ان عمرو السوليه من وجهه نظري طبعا الشخصيه بمسافه كبيره، نعم يعني انا بتفق مع كابتن حازم ان عبد الله الدور الاول حاجه والدور الثاني حاجه ثانيه خالص، خصوصا بعد الاصابه رجع بمستوى مختلف. اشرف بن شرقي كان على فترات برضو جات له برضو تقريبا اصابه فغاب شويه، لكن الوحيد اللي محافظ على مستواه من اول مباراه في الدوري لغايه اخر مباراه هو عمرو السوليه. وبمسافه كبيره، اولا ثابت في المستوى، بيديك حاجه اسمها حد الحد الادنى من المستوى. عمرو السوليه ما فيش مباراه نزل عن ال 60 او 70%، وبعد كده في مباريات بيتالق فيها جدا وبيكسب النادي الاهلي، وفي مباريات بيأديها بشكل ممكن يكون مجهد. وعلى فكره في بعض فترات الموسم الوحيد اللي مريحش، يعني هتلاقي نص ملعب النادي الاهلي ديانج كان اتصاب، وحمدي فتحي اتصاب، وقفشه غاب شويه، الوحيد اللي علي معلول غاب، الوحيد هو والشناوي اللي ما غابوش على مدار الموسم. اذا افضل لاعب عندك كان عمرو السوليه. عمرو السوليه بفرق كبير. خلينا ناخد استفتاء النقاد والمحللين للافضل في هذا الموسم. طيب، فاز في استفتاء النقاد والمحللين عبد الله السعيد، خد 40% من الاصوات، اشرف بن شرقي 19% من الاصوات، عمرو السوليه 17% من الاصوات. ما وقفناش عند ده، كان لازم يكون في استفتاء مع الجمهور عبر الفيسبوك وعبر تويتر، وسبحان الله بقى ارقام مختلفه تماما. على الفيسبوك 88600 شاركوا زي ما قدام حضراتكم كده، وعلى تويتر 9161. عبد الله السعيد حصل على 3700 صوت بنسبه 4%، اشرف بن شرقي حصل على 27300 صوت بنسبة 31%، عمرو السولية 57100 صوت بنسبة 65%. ده اللي على الفيسبوك واللي على تويتر. إذن أحسن لاعب للجمهور كان عمرو السولية. رقم 2 احتفظ بمنصبه وبمركزه أشرف بن شرقي. رقم 3 عبد الله السعيد. جماهير عمرو السولية، أشرف بن شرقي، عبد الله السعيد. نقاد ومحللين عبد الله السعيد، اشرف بن شرقي، وعمرو السوليه. ده بالنسبه لافضل لاعب. طيب خلينا نطلع من افضل لاعب نروح لافضل حارس مرمى، واعتقد يعني كانت شبه محسومه، تنافس عليها ثلاثي الحقيقه، عملوا موسم اكتر من رائع. نشوف الثلاثه هم مين. كابتن وليد، افضل حارس مرمى تنافس الشناوي وابو جبل وبسام. الشناوي برضو من وجهه نظري بفرق محترم. الشناوي نجم منتخبنا الوطني ونجم النادي الاهلي، انا شايف انه احسن حارس. كابتن حازم، الشناوي هايل السنه دي بصراحه. يعني ماتشات انا بحب بس الحارس اللي في الماتشات القويه يبان. يعني ممكن الاهلي لاعب فرق كتيره ما يخشش ما يجيش عليه حاجه، لكن لما تتعرض ل موقف زي ماتش الوداد مثلا بينالتي بيشيل فبيخلي الفرقه جوه الملعب. ماتشات كثيره مع المنتخب نفس الكلام. الشناوي عامل موسم رائع بصراحه، يستحق انه افضل حارس. ابو جبل انا شايف بالنسبه له موسم اكثر من رائع، هو جاي على انه الحارس الثاني على فكره ما بعد عواد، لكن حارب واشتغل، وواحد دلوقتي من افضل الحراس، مستواه بيعلى بشكل كبير جدا. وبسام على فكره يعني حاجه برضه اكيد انت يعني طبعا اكثر مننا يعني في الحته دي. بسام كمان هايل وعمل موسم يمكن من احسن مواسمه منتخب مصر، من احسن اللعيبه اللي بتصد بلنتيات دلوقتي، او احسن حراس بتصد بلنتيات. وفي منصف كان عمل موسم كويس. خلينا في الاستفتاء يعني ده الاستفتاء. طيب ندي للناس حقها شويه. صحيح صحيح. اذا افضل حارس مرمى طبقا لاستفتاء المحللين والنقاد، محمد الشناوي حصل على 93%، ومحمد ابو جبل حصل على 6%، ومحمد بسام حصل على 1%. اما عبر تويتر والفيسبوك، افضل حارس مرمى شارك 78500 على الفيسبوك و4042 على تويتر. شناوي خد 64500 بنسبه 84%، محمد ابو جبل خد 13000 بنسبه 16%، ومحمد بسام خد 677 صوت. ده بالنسبة لحراس المرمى. طيب نروح بعد كده لأفضل لاعب صاعد في هذا الموسم،
وتشوفوا مين التنافس على هذا المركز. يلا بينا. أفضل لاعب صاعد تنافس عليها طبقا للمحللين والنقاد ثلاثة: إبراهيم عادل وأحمد عيد وأكرم توفيق، ودخل مصطفى محمد وأسامة فيصل وناصر ماهر وأسامة جلال وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد وأحمد أبو الفتوح ومحمد مجلي والعربي بدر. يعني انحصرت ما بين الثلاثي إبراهيم عادل وأحمد عيد وأكرم توفيق، وما اعتبروش أن مصطفى محمد لاعب صاعد يا كابتن حازم. شفت ازاي افضل لاعب صاعد؟ خلينا نستثني المنتخب الاولمبي ده انه صاعد، يعني نعم. محمد ده مش صاعد يعني بالظبط، لو دخل معاهم هياخد هو احسن. نعم مظبوط. واكرم توفيق وناصر نعم. الناس دي كلها دلوقتي خلاص بقى لهم سنتين ثلاثه بيلعبوا، فخلينا من 2001 اللي هو ابراهيم عادل احمد عيد اسامه فيصل الولد الصغيرين دول، اكيد انا وجهه نظري يعني ابراهيم طبعا من اللعيبه اللي ظهر بشكل كويس قوي قوي. احمد عيد طبعا عمل كتر خيره طبعا كباك، لكن ابراهيم بيهاجم انا يعني بيلعب على قدام، واخد مكان فريد بيراميدز على لعيبه مهمه، يعني بيلعب ساعات مكان فاروس. خلي بالك احنا بنتكلم هنا رأي المحللين، لكن الجماهير لها راي تاني. ممكن يعني انا بتكلم انا كرأي يعني. اكرم حد يعني نعم اكرم توفيق برضه شايف ما يعني بصراحه ما يخشش معاهم، انه برضه اكرم برضه ده طبعا دخل يعني. نعم والمحللين اختاروا اكرم بصراحه نعم. اكرم لو معاهم هايل هايل لعيب مهم جدا طبعا، لكن انا بتكلم على جيل 2001 نعم. ابراهيم عادل ابرزهم حاليا. ابراهيم عادل وليد، انا من وجهه نظر الشخصيه احمد عيد. احمد عيد احمد عيد انا دايما لما باجي ابص خصوصا على جائزه افضل لاعب صاعد بشوف كمان المنافسات اللي بيلعب فيها. يعني ابراهيم عادل ادى مردود كويس قوي في الدوري، لكن لما وصل في الكونفدراليه قبل النهائي والنهائي اداؤه اتاثر. احمد عيد الله يكون في عونه، ده جاي من الدار للنار، ده صحيح. لعيب صغير بيدخل على الفرقه فجاه، انا شايف انه ادى مباراتي الرجاء بشكل مرعب. يعني اضافه كبيره جدا لنادي الزمالك، انا شايف ان هو افضل لاعب صاعد من وجهه نظري يعني. انا طبعا احنا بنتكلم على الدوري العام، انت بتتكلم على التوتال يعني. طيب في استفتاء الساده النقاد والمحللين، افضل لاعب صاعد خدها ابراهيم عادل ب 29%، احمد عيد ب 15%، اكرم توفيق ب 14%، مصطفى محمد 13%، وزي ما قلت لكم باقي الارقام لهذا الثلاثي. لكنه لما رحنا على الفيسبوك وتويتر، افضل لاعب صاعد شارك في الاستفتاء 48800 على الفيسبوك، وعلى تويتر كان 2848. الاصوات اللي حصل عليها ابراهيم عادل 3600 بنسبه 9%، احمد عيد 11600 بنسبه 15%، اكرم توفيق 33200 بنسبة 70%. ويبقى حسب تويتر والفيسبوك الأفضل هو أكرم توفيق، والمركز الثاني حافظ عليه في كل المناسبات برضو أحمد عيد كتاني أفضل لاعب صاعد. ده الجزء الأول من الاستفتاء، أعلننا أفضل لاعب، أعلننا أفضل حارس، وأعلننا أفضل لاعب صاعد. خلينا نروح لفاصل ونكمل هذا الاستفتاء المثير مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين. الى افضل حارس مرمى صاعد هذا الموسم، كان عندنا خمسه بيتنافسوا طبقا برضو للاستفتاء، كان بدون ترتيب: محمد صبحي، محمد اشرف، محمود جاد، اسلام طارق، ومصطفى شوبير. كابتن وليد صلاح الدين افضل حارس، بس خلال الاول نشوف وبعد كده اروح للكابتن وليد. يلا بينا. زي ما قلت في المقدمة، كان الخماسي اللي كان بيتنافس على أفضل حارس مرمى صاعد كابتن وليد. أنا شايف إن محمود جاد. محمود من جاد. وجهة نظري محمود جاد عمل أداء أكثر من رائع مع إنبي، اشتغل بشكل كويس قوي. دي أرقامهم على الشاشة يا جماعة. صحيح الخمسة أدوا بشكل كويس، خصوصاً صبحي كمان مع منتخب مصر لكن ما تواجدش مع الزمالك قوي. نعم. محمد اشرف برضو اشتغل مع طنطا لكن الفرقه نزلت درجه ثانيه. انا شايف ان محمود جاد
ادى بشكل كويس قوي مع انبي ويستحق الجائزه دي. انا عايز اعرف بس انت حضرتك بقى اخترت مين؟ هقول لك بس اخد رايك كمان حازم الاول. نعم لا ما في يعني اكتر واحد بيلعب فيهم جد اكتر واحد عامل نتائج كويسه بقاله فتره بشغال بشكل كويس حتى ماتش البرازيل مع المنتخب عمل ماتش كويس قوي قوي فجد اعتقد هو اللي صاعد بشكل كويس جدا ما اعرفش الصد بتاعته بتاعت السنه دي ولا السنه فاتت من نص الملعب السنه دي اعتقد دي من احسن صد على جاري لينكر كمان والله اخترع وعلى عليها كده دي من احسن دي من احسن شالها الاول ورجع خدها بسرعه رد فعل وسرعه كبيره جدا ابراهيم حسن ابراهيم حسن حطها حلو قوي على فكره قوي صعبه جدا يعني هو ولد جون موهوب على فكره يعني الدوري بيفرز حاجات كويسه الدوري بيفرز يعني خلي بالك جاد ما كانش معاهم في المنتخب الاولمبي في بطوله افريقيا دلوقتي بيلعب اهو ماشي كويس بسبب الدوري المصري يعني كابتن حامد طوالي اداله الثقه بشكل كبير واشتغل يعني صحيح كابتن وليد سالتني عن افضل حارس صاعد اي منصف واي عائل لازم يقول محمود جاد بلا شك يعني بلا تنافس على الاطلاق يعني اذا افضل حارس مرمى صاعد محمود جاد حصل على 90% من الاصوات محمد صبحي حصل على 4% من الاصوات ومحمد اشرف حصل على 3% من الاصوات واحنا على فكره بنختار واحد بس يعني فده الوحيد اللي اختار اللي انا صرحت بيه اللي هو محمود جاد بالنسبه لي مصطفى شوبير حصل على 2% من الاصوات واسلام طارق حصل على 1% ده استفتاء الساده المحللين اما بالنسبه للجمهور فالارقام جاءت على الفيسبوك كالتالي محمود جاد حصل على 17000 وراها من هنا احسن من لخبطه محمود جاد 17100 بنسبه 76% على تويتر وعلى الفيسبوك 17100 محمد صبحي حصل على 5800 صوت على الفيسبوك وعلى تويتر على 20% محمد اشرف طنطا حصل على 294 صوت على الفيسبوك و4% على تويتر اذا دول افضل حراس بنبارك لمحمود جاد لقب افضل حارس مرمى صاعد واعتقد يستحقها عن جداره وعن استحقاق وبلا منافس كمان طيب ناخد افضل مدافع في هذا الموسم وفي النهاية استقر الأمر عند ثلاث أسماء كان في منافسة كبيرة جدا كان محمود علاء وأيمن أشرف ومحمود الونش وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وأحمد فتحي وأحمد أيمن منصور وعلي الفيل ومحمد سمير دول اللي خدوا كلهم أصوات لكن استقرت المنافسة عند الثلاثي الآتي نشوف كابتن وليد أفضل مدافع من وجهة نظري الونش يعني اشتغل بشكل كويس قوي برضو من اول لحظة ومن اول مباراة لغاية اخر مباراة اللي هي مع توجو الونش مقدم بشكل كويس قوي 25 سنة ما شاء الله عنده كمان فرصة للتطور صحيح. محمود علاء كان كويس ايمن اشرف كان كويس جدا بصراحة محمود علاء غاب بعض الوقت لكن من وجهة نظري الونش افضل مدافع السنة كابتن حازم الونش الفترة الاخيرة خليك برضو احنا ساعات كابتن من الماتشات الاخيره بتخش علينا اكتر بنبقى مركزين فيها اكتر نعم فالفتره الاخيره افريقيا كاس منتخب مصر الفتره اللي فاتت الونش في احسن حالاته علاء عامل موسم كويس جدا طبعا اكثر مدافع الهداف يعني على مستوى يمكن اكتر واحد جايب اهداف بعد فتح الله تقريبا في نادي الزمالك على مستوى المدافعين يعني ايمن اشرف لعيب ملتزم ومحترم وكويس جدا جدا لكن الونش اداؤه تطور بشكل كبير يعني ماتشات كتير لعبها وحتى ماتش الرجاء كان محمود علاء مش موجود وبيلعب جنبه عبد غني صغير لكن شال الماتش بشكل كويس وركبته عنده غضروف بيلعب يعني انا شايف الونش عامل موسم رائع السنه دي استفتاء النقاد والمحللين والصحفيين محمود الونش حصل على المركز الاول بنسبه كبيره جدا 69% يليه محمود علاء 19% يلي أيمن أشرف 6% ده استفتاء المحللين أما الجمهور عبر الفيسبوك شارك 43700 وعبر تويتر شارك 3144 الونش حصل على 16100 صوت بنسبة تويتر نسبة 32% محمود علاء حصل على الفيسبوك على 1500 صوت وحصل 5% على تويتر أيمن أشرف حصل على 25600 بنسبة 63% استفتاء النقاد والمحللين الونش اكتسح استفتاء الجمهور ايمن اشرف اكتسح هذا الاستفتاء واحتفظ محمود علاء برضو في كل المناسبات بمركزه صاحب المركز الثاني في الاستفتاء طيب بعد افضل مدافع خلينا ناخد احسن لاعب وسط مدافع ودي تنافس عليها عدد كبير جدا من اللاعبين ما بين
طارق حامد وما بين اليو ديانج وما بين عمرو السلية ولاعبين اخرين من اندية كتير، بس كانت نسبهم الى حد ما ضعيفة جدا جدا جدا. خلينا نشوف. طبعا كان موجود في المنافسة حمدي فتحي، كان موجود أكرم توفيق، لكن نسأل وليد صلاح أفضل لاعب وسط مدافع من وجهة نظر السولية. يبقى السولية لأنه أنا مختاره أفضل لاعب في الموسم. ديانج رائع لكن الدور الثاني يعني هو الأهلي جابه أصلا في يناير فما حضرش الدور الأول. طارق حامد رائع يعني طارق حامد طبعا من وجهة نظري ينافس مع السولية لكن برضو أنا هاخد ثبات المستوى من أول مباراة لآخر مباراة لأن يعني إحنا متابعين في الاستوديو التحليلي بشكل كبير. أنا شايف أن عمرو السولية العنصر المحافظ على مستواه كل المباريات وإن كان بنسبة ضئيلة جدا عن طارق حامد، لكن السولية أفضل لاعب. كابتن حازم ديانج زي ما قال كابتن وليد رائع بس ابتدى فعلا من النص الثاني فما اقدرش لكن لعيب كويس جدا جدا وعنصر قوه مهم قوي في النادي الاهلي بصراحه الفتره اللي فاتت بيعمل القوه البدنيه بيعمل الزياده العاديه بشكل قوي. السولية وطارق، انا طارق من نوع اللعيبه اللي بشوفه يعني السولية طبعا موسم رائع والسولية عنده ميزه انه بيجيب اجوان يعني الميزه عن طارق ان بيعرف يجيب اجوان، طارق ما بيجيبش اجوان بس طارق بيبعد وبيمنع كتير قوي نادي الزمالك. هي مشكلة او يعني وجهة نظري طارق اهميته في نادي الزمالك ان لو مش موجود طارق نص ملعب بيتعب جدا. نعم. السولية لو مش موجود في حمدي فتحي طبعا السولية بس اهمية طارق بالنسبة لنادي الزمالك او بالنسبة للفرقة حجم نادي الزمالك ملوش بديل. مفيش بديل. فبص هما يعني تتا تتا بصراحة انا شايف يعني انا السولية بس من وجهة نظري احسن في الحتة الهجومية لعيب كورة اكتر بيجيب اجوان دي ممكن تديله ميزة اكتر شوية. استفتاء المحللين طارق حامد حصل على الافضل بنسبة 49%، اليو ديانج المركز الثاني بنسبة 26%، عمرو السولية المركز الثالث بنسبة 25%. اما استفتاء الجمهور فكان في مفاجأة. استفتاء الجمهور شارك على الفيسبوك 39300 وشارك عبر تويتر 6080. طارق حامد حصل على 12600 في الفيسبوك و27% في تويتر. اليو ديانج حصل على 18700 في الفيسبوك وحصل على 39% في تويتر. اما عمرو السولية حصل على 7800 في الفيسبوك و34% في تويتر. اذا استفتاء الجمهور اليو ديانج في المركز الاول وعمرو السولية عفوا وطارق حامد في المركز الثاني وعمرو السولية في المركز الثالث. ده استفتاء افضل لاعب وسط مدافع. نجري على فاصل ونرجع لكم من جديد. استفتاء نار قنوات اون تايم عاملاه لكم. خلينا نروح لافضل لاعب وسط مهاجم وده كان الصراع عليها كابتن وليد وكابتن حازم بالجمله لانه عدد كبير جدا من اللاعبين. كان عندنا حسين الشحات واحمد سيد زيزو وعبد الله السعيد واشرف بن شرقي وفرجاني ساسي وقفشه وناصر ماهر واوباما والسولية محمد شريف وليد سليمان عبد الرحمن مجدي. افضل مهاجم افضل وسط مهاجم. وسط مهاجم طب كنت عملته كنت عملته اطراف وسط مهاجم حط عمار معاهم نعمل ايه كنا ادينا فرصه اكتر غصب عننا والله. فاختيارات كابتن حازم تختار ليك اختيار واحد. انت اخترت اصلا. طب نشوف الاول بعدين نرجع للكابتن حازم على ما يفكر. يلا بينا. خلصت مذاكره قول الاسم. لا كلهم خلصت مذاكره قول الاسم. سبتك تغش. لا والله اديتك فتره سماح عشان تقول الاسم. انا كان نفسي بس يبقى البلاي ميكر لوحده عشان البلاي ميكر ده مركز حلو لازم نبروز وانا احنا الاثنين قاعدين يعني صحيح فكان لازم يتبروز شويه فكله على بعضه يعني من اسامي انا شايف زيزو يمكن عامل بصراحه النص الثاني تحديدا كمان يعني هو كويس بس النص الثاني فاق عالي جدا قوي قوي وبدنيا ومع المنتخب يعني ماشي بشكل كويس قوي. كابتن وليد
بص انا هطلع حسين الشحات بره الموضوع لان حسين الشحات جات له فتره كبيره موضوع عمليه الفتاء ده مش موجود. انا هاخدها بين عبد الله السعيد وبين زيزو الاثنين ادوا بشكل كويس جدا، لكن انا هاخد عبد الله السعيد بحكم حاجتين، بحكم المركز زي ما حازم قال البلاي ميكر. عبد الله مؤثر جدا، كفايه انه هداف الدوري وهو عنده 35 سنه، فاظن ان وان كان ما ينفعش مقارنه بين زيزو وبين عبد الله. ده اداء وده اداء، ده راجل بيعتمد على انه يرجع يغطي مع الباك بتاعه ولياقه بدنيه عاليه. عبد الله السعيد حاجه تانية، بس انا هروح لعبد الله السعيد في جزئيه افضل لاعب وسط مهاجم. لاستفتاء القناه والمحللين ورؤساء التحرير والصحفيين جاء عبد الله السعيد في المركز الاول ب 35%، يليه احمد سيد زيزو في المركز الثاني ب 17%، يليه حسين الشحات ب 14%، اشرف بن شرقي خد 11، فرجاني 8، واتقسمت النسب على الباقين بعد ذلك. لكنه استفتاء الجمهور كان مفاجاه، ومفاجاه من العيار الثقيل. شارك على الفيسبوك 38800، على تويتر 4434. عبد الله السعيد حصل على 2300 صوت على الفيسبوك ونسبه 12% على تويتر. زيزو حصل على 10200 على الفيسبوك ونسبه 24% على تويتر. حسين الشحات 26000 على الفيسبوك ونسبة 64% على تويتر. إذن استفتاء الجمهور، حسين الشحات في المركز الأول، أحمد سيد زيزو في المركز الثاني، وعبد الله السعيد في المركز الثالث. ده بالنسبة لأفضل لاعب وسط مهاجم سواء كان للجمهور أو للنقاد. نروح بقى لأفضل مهاجم ونتفرج ونشوف افضل مهاجم. نبدا بكابتن وليد مصطفى محمد. مصطفى محمد مفيش شك يعني. محمد شريف عامل شغل كويس قوي مع انبي. حسام حسن عامل شغل كويس قوي مع سموحه، لكن مصطفى محمد انا من وجهه نظري في حته تانية خالص، كمان نظرا للمنافسات. اولا مصطفى محمد لعيب صغير في السن، كمان بيلعب دوري ابطال افريقيا، مؤثر جدا حتى في المباريات الكبيره ضد الترجي، ضد الرجاء، ضد الاهلي، ضد الاهلي، كل المباريات الكبيرة مصطفى محمد أحد نجوم المباراة. فمع كامل الاحترام لمحمد شريف وأدائه السنة دي وحسام حسن، أنا هروح لمصطفى محمد. كابتن حازم. يعني مصطفى ماتشات كبيرة كان كبير. ماتش أهلي، ماتشات أفريقيا، ماتشات منتخب، يعني حتى ماتش المنتخب لعبه كان كويس في الفترة اللي لعبها. أولمبي كمان. منتخب أولمبي طبعًا هداف البطولة. فبصراحة زي ما بقول لحضرتك دايمًا، زي ما كلمت على الشناوي أو أي لعيب كبير في ماتشات الكبير، هو انا بحكم على اللعيبه دي في الماتشات الكبير. مش ماتشات الصغيره في الدوري او ماتشات العاديه في الدوري، لا الماتشات الثقيله. ماتش اهلي، ماتش افريقيا، ماتش ده اللي احكم على اللعيب ان هو لعيب كبير ولا لا. مصطفى في الوقت ده بصراحه هايل، لعيب كويس جدا. ماتش رجاء جونين، جون الاول اللي بدماغه حاجه وقارن كابتن جمال عبد الحميد، حاجه مش طبيعيه يعني. ما شاء الله يعني ماشي بشكل، انا كنت خايف يقع في النص لان ده قعدت اتكلم عليه كتير، لكن بدايه من موسم مع منتخب كابتن شوقي غريب وبعدين مكمل هداف الفرقه مع نادي الزمالك مصطفى قد كويس. شريف طبعا لازم اقول عليه انه لعيب هايل وبيلعب في حته مش بتاعته، هو لعيب طرف، كابتن حلمي وصفه راس حربه، طلع تاني هداف الدوري، تاني هداف الدوري ومنتخب مصر، ينزل يجيب جول في اول ماتش يلعبه مع المنتخب. فواضح ان عنده موهبه كبيره جدا لازم يستفيد بيها. اللعيب عنده سرعات وبيعرف يجيب جوان. يعني خلي بالك ابني ما بيروحش جون كتير، لكن لما بيروح بيجيب جون، ودي حاجه صعبه انها موجوده. يعني حسام موجود من فتره كويس، لكن يعني انا شايف مصطفى وشريف مؤثرين. طيب ناخد استفتاء الساده النقاد والمحللين. مصطفى محمد حصل على 81% من الاصوات، ده تجميع 100 صوت يا جماعه. محمد شريف حصل على 12%، حسام حسن حصل على 3%، والتر بواليا، احمد علي، جون انطوي، كلهم دخلوا كمنافسين. اما استفتاء الفيسبوك وتويتر برضو الحاجات غريبه شويه. مصطفى محمد حصل على 23700 صوت بنسبه، حصل الاول دخل على الفيسبوك 54200 ودخل على تويتر 5916. مصطفى محمد حصل على 23700 وفي تويتر حصل على 37%. محمد شريف حصل على 29500 وفي تويتر 61%. حسام حسن حصل على 485 صوت على الفيسبوك و2% على تويتر. وبالتالي عبر استفتاء الجمهور جاء محمد شريف في المركز الاول، لاعب انبي تاني هداف الدوري، مصطفى محمد في المركز الثاني، حسام حسن في المركز الثالث، عكس استفتاء الساده النقاد والمحللين اللي اكتسح فيه مصطفى محمد هذا الاستفتاء. ده كان استفتاءاتنا
بالنسبة لأفضل مهاجم. نشوف أفضل لاعب بديل. أفضل لاعب بديل، كانت المنافسة شرسة جدا ما بين وليد سليمان، طاهر محمد طاهر، محمد أناجم، محمد سالم، إسلام جابر، دودو الجباس، إبراهيم جلال، أحمد علي ومحمد شريف. ناخد رأي كابتن حازم إمام. وليد سليمان طبعا قولا واحدا. وليد الموسم ده كل الماتشات اللي نزلها على فكرة ما لعبش بس 6 ماتشات بس أساسي، باقي نعم. كله احتياط. خلي بالك بينزل في ماتشات كتيرة جدا، 9 تجوان وصنع هدف. بديل 23 مباراة. بديل 23 مباراة، لكن معظم الوقت هداف الاهلي، هداف النادي الاهلي. نعم. وهو بيلعب بديل، بيلعب نعم. في نص الساعة في ثلث ساعة، وبيلعب خلي بالك معظم ماتشاته بيبقى مزنوق الدنيا. مظبوط. وينزل زي ماتش مثلا الجونة اللي نزل جونة خلص الماتش. لا ماتشات كتيرة يعني. فبشوف وليد من اللعيبة المؤثرة جدا، بيستغل نضجه وخبرته بصراحة بشكل كويس جدا، بقى يلعب على الجون على طول، بقاش يتطرف زي زمان رايح على طول للجون. لعيب مهم طبعا ولعيب محترم جدا يعني. كابتن وليد. 100% وليد سليمان مفيش شك. طبيعي جدا ان اللعيبه الصغيره في السن يعني زي أناجم زي محمد سالم، رفيق كبو نزل مباريات وغيرها، لعيبه كتير ممكن تنزل تديك مردود، ابراهيم جلال في اسوان كل ما ينزل يحرز هذا، لكن لما يبقى لعيب كبير ما شاء الله معدي ال 35 سنه وهو هداف فرقته، ده بيبين لك ان هو شغال على نفسه كويس. نعم. وليد سليمان شغال على نفسه كويس جدا، انه لعيب كبير في السن وخبره كبيره، ومع ذلك كل ما بينزل 23 مباراه بديل ويطلع هداف الفرقه من الاوقات القليله جدا اللي بيلعبها. طبعا وليد سليمان تحيه ليه كمان على المردود اللي بيديه للنادي الاهلي، وعايز اشكره كمان على حاجه اهم من كده. نعم. ان هو يقعد وهو راضي. نعم. هو يعني فكره انك تقعد وانت راضي كبديل دي نقطة مهمة جدا، وهو بان عليه الحياة. خلينا نقول النتيجة، ودي من النتائج القليلة اللي توافقت فيها الجماهير مع السادة المحللين والنقاد والمذيعين. أفضل لاعب بديل وليد سليمان حصل على 73% من الأصوات، محمد سالم حصل على 12% من الأصوات، محمد أناجم حصل على 8% من الأصوات. ده السادة المحللين أو يعني النقاد. بالنسبة للفيسبوك شارك 69,800، على تويتر 3,118. وليد سليمان حصل على 52,400 صوت بنسبة 85%. محمد سالم المقاولين حصل على 2000 صوت على الفيسبوك، عفوا 85% على تويتر. محمد سالم حصل على 2000 صوت على الفيسبوك و2% على تويتر. محمد أناجم الزمالك حصل على 14,900 ونسبة 13% على تويتر. ده استفتاء أفضل لاعب بديل، واللي فاز بيه الكابتن وليد صلاح الدين. وليد سليمان. وليد سليمان. وليد صلاح الدين. انت كنت بديل بتكسر الدنيا برضه، كنا بنطمن انك بتنزل يعني. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل أفضل لاعب أجنبي. دي كانت منافسة مولعة. كان عندنا أليو ديانجو، علي معلول، وفرجاني ساسي، وأشرف بن شرقي، وجونيور أجايي، ورزاق سيسي، وسيف الدين الجزيري، وإريك تراوري، ورفيق كابو. يا ترى مين اللي كسب؟ تعرفوا بعد الفاصل. أفضل لاعب أجنبي، تعالوا نشوف الثلاثة اللي انحصرت ما بينهم في النهاية. كابتن وليد صلاح الدين. صعبة أوي. صعبة. صعبة جدا. ثلاثة منورين. لا، ورزاق سيسي. ورزاق سيسي وجونيور أجايي وأليو ديانج وولي وسيف الدين الجزيري وتراوري. بس أنا شايف إنه يعني سنة استثنائية لرزاق سيسي بصراحة. يطلع من تيم الاتحاد الموضوع يختلف تماما، لكن أنا هروح لأشرف بن شرقي علشان قوة المسابقات. أشرف بن شرقي سواء بقى مع منتخب المغرب، سواء مع نادي الزمالك في دوري ابطال افريقيا، برضو حاضر في المناسبات الكبيره. نعم. خليني اقول لك زي مصطفى محمد، زي ما قلت بالظبط، ماتش الترجي السوبر، ماتش الاهلي السوبر، ماتشين الرجاء. صحيح. لا
حاضر كل المناسبات الكبرى كبيره. صحيح. اشرف بن شرقي ووليد صلاح الدين. كابتن حازم السنه اللي فاتت كنت عملت برضه الاستوديو ده كابتن، وكان ساعتها فرجاني وعلي. نعم. واخترت علي ساعتها وقلت عشان كان ساعتها الاهلي فارق عن الزمالك في اخر 5 ماتشات، كان علي معلول كل الماتشات مسجل فيها وخلى عشان. نعم. قلت ساعتها علي هو اللي. نعم. فارق في الاخر. عشان كده هروح لاشرف بن شرقي، لان السوبر التونسي المصري الافريقي اشرف بن شرقي، ماتش الرجاء اشرف بن شرقي، ماتش الاهلي اشرف بن شرقي، الماتشات الكبيره كلها. صحيح. اشرف بن شرقي. علي طبعا علي من احسن اللعيبه اللي جت مصر. نعم. طبعا، بس بكلم في الفترة دي كل الماتشات اللي الزمالك كسبها ومهمة جدا كان أشرف بن شرقي ده عامل مشترك فيها، فأروح لأشرف. إذن ضيوفنا الأعزاء كابتن وليد وكابتن حازم اختاروا أشرف بن شرقي. طيب النتيجة، أفضل لاعب أجنبي باستفتاء المذيعين والمحللين ورؤساء التحرير والإعداد والمدربين والخبراء والصحفيين، أشرف بن شرقي حصل على 46%، علي معلول حصل على 26%، فرجاني ساسي حصل على 11%. ده بالنسبة لاستفتاء النقاد والمحللين، لكنه بالنسبة لاستفتاء الفيسبوك وتويتر، شارك على الفيسبوك 59200 وعلى تويتر 5924. أشرف بن شرقي حصل على 15200 على الفيسبوك ونسبة 20% على تويتر. علي معلول حصل على 40700 على الفيسبوك ونسبة 77% على تويتر. وفرجاني ساسي حصل على 3000 على الفيسبوك ونسبة 3% على تويتر. إذن علي معلول فاز باللقب في استفتاء الجماهير، والمركز الثاني أشرف بن شرقي، والمركز الثالث فرجاني ساسي. ده بالنسبة لأفضل لعيب أجنبي في هذا الموسم. تعالوا بقى نروح لأفضل كابتن فريق هذا الموسم. نشوف قبل ما نشوف تنافس كان موجود ما بين احمد فتحي ومحمد الشناوي ومحمد عبد المنصف وعبد الله السعيد وطارق حامد ومحمد سمير وحسام عاشور وباهر المحمدي وعمرو موسى وعمرو السلية. نشوف التلاتة اللي وصلوا للمنافسة النهائية. كابتن حازم فتحي طبعا، قيمه وقامه وتاريخ ومجهود ومثال لكل لعيب مجتهد في الملعب، ومثل لكل لعيب وهو في الملعب هو كابتن، يبين لك ان الكابتن مش بس شاره. نعم. لا ده مجهود بدني اكتر من اي لعيب حتى لو صغير. فتحي نموذج مشرف جدا واعتقد يستحق. يعني كابتن وليد يعني فتحي رائع، لان هو ادى مثال كمان للعيبه الصغيره ان هو ازاي بيقعد، وازاي بيقعد للعيب صغير زي محمد هاني، ازاي انه ما بيعملش مشاكل. لكن لو انا باخد جايزه اسمها افضل كابتن في الموسم، انا هديها لعبد الله السعيد. ليه؟ لان موسم النادي الاهلي حسام عاشور هو كابتن النادي الاهلي. نعم. وحسام عاشور بعد قرار النادي الاهلي اللي هو في اخر الموسم اتنقلت الشاره لاحمد فتحي. حتى محمد الشناوي ما يعتبرش يعني خد كابتن النادي الاهلي غير شهر ولا حاجه. فالاشاره في النادي الاهلي متقسمه السنه دي على 3 مراحل، منهم مرحله كبيره جدا جدا لحسام عاشور. خلينا نقول ان يعني الدور الاول كله. نعم. ببدايه الدور الثاني لغايه لما حصلت المشكله بتاعت حسام عاشور، حسام عاشور هو كابتن النادي الاهلي. نعم. لكن عبد الله السعيد من اول الموسم لاخره بفريق غير جماهيري بوصل نهائي كونفدراليه، بنافس على المركز الثاني لاخر مباراه في الدوري. فاظن ان عبد الله السعيد انه يقنع كتيبه اللعيبه دي ان احنا بنلعب على بطوله، ان احنا عايزين نمثل مصر، ان احنا عايزين نجيب الكونفدراليه كموسم، انا اشوفها عبد الله السعيد. اعلان نتيجه النقاد والمحللين، احمد فتحي حصل على 53%، عبد الله السعيد حصل على 20%، محمد الشناوي حصل على 13%. ده استفتاء المحللين والنقاد والخبراء والصحفيين ومذيعي ومعلقي قناة اون تايم سبورتس. لكنه نروح بقى لاستفتاء الجمهور، افضل كابتن على الفيسبوك، ودي كانت اقل مشاركة يعني بعدها يمكن اقل منها بس الحكام. افضل كابتن احمد فتحي حصل على 393 صوت على الفيسبوك وحصل على
21% على تويتر. عبد الله السعيد حصل على 955 على الفيسبوك وحصل على 8% على تويتر. اما محمد الشناوي فحصل على 7500 صوت على الفيسبوك وحصل على 71% على تويتر. الترتيب جاء كالتالي: محمد الشناوي هو افضل كابتن جماهيريا، عبد الله السعيد في المركز الثاني، واحمد فتحي في المركز الثالث. ده بالنسبه لافضل كابتن. نروح بقى لافضل مدرب في هذا الموسم، والتنافس كان كبير ما بين إيهاب جلال وريني فايلر واحمد كشري وعلي ماهر وعماد النحاس واحمد سامي وكارترون وحلمي طولان وموسيماني اللي دخل كمان في المنافسه، رغم انه يعني ما كانش ليه فتره يعني في الدوري ولا جه والاهلي واخد الدوري، لكنه نشوف. كابتن وليد، منافسه بدت شرسه على الفيسبوك وعلى تويتر اكتر من الساده المحللين والنقاد. نعم. لا انا هحصرها ما بين اربع مدربين من وجهه نظري: كابتن عماد النحاس وكابتن مختار مختار. نعم. لان الاثنين دول الوحيدين اللي كملوا. غريب ان اسمه مختار مش موجود. يعني احنا برضه علشان متابعين بشكل يعني دوري، عماد النحاس وكابتن مختار مختار دول اقرب اثنين لان كملوا. مستر ريني فايلر لانه ما مشيش غير لما خد الدوري، فلازم المدرب اللي حصل على الدوري لازم يدخل، زائد احمد عبد المنعم كشري اللي استلم المهمه تكاد تكون مستحيله ونفذها بشكل ناجح. في الاخر هاخد عماد النحاس لانه وصل افريقيا مع فريق المقاولين بميزانيه قليله باجتهاد كبير جدا باحسن مركز ممكن يوصله المقاولين السنه دي. انا شايف احسن مدرب في الموسم كابتن عماد النحاس. كابتن حازم، هبتدي طبعا زي ما قال كابتن وليد. عماد عمل موسم ونص مع المقاولين، ده بيقول لك ان في استمراريه. يعني الموسم اللي فات جه في نصه كان في المركز 16 تقريبا و15، نهى في مركز كويس. السنه دي بيبتدي الموسم كله من اوله لاخره نهى مركز رابع، وبيدل لك ان هو مش جت صدفه مع الست شهور. لا ده مشي عنده سيستم وعنده فكره كويسه جدا، وبالتالي عماد اعتقد. لكن في مدربين ظهروا السنه دي: كشري عمل نص موسم رائع، علي ماهر عمل نص موسم رائع، احمد سامي عمل نص موسم رائع. في لعيبه، في اسامي كتيره ظهرت في النص بس ادت وظهرت بشكل كويس قوي الموسم ده. لكن اشوف ان عماد هو الاحسن. يعني اعلان النتيجه اعزائي المشاهدين: افضل مدرب حصل عليها عماد النحاس ب 61%، يلي ريني فايلر ب 17%. طبعا رحيل ريني فايلر فرق معاه السماء من الارض. ايهاب جلال 7%، دول كانوا الافضل في استفتاء الساده النقاد، لكنه عبر الفيسبوك، وبرضه العدد ما كانش كبير قوي، لكن شارك 9400، وعلى تويتر شارك 1914. عماد النحاس حصل على الفيسبوك على 3500 صوت، ريني فايلر ونسبه 55% على تويتر، وريني فايلر حصل على 5600 صوت ونسبة 42% على تويتر، ودي يمكن أول مرة تخلف. يعني عماد النحاس هو الأول على تويتر وهو الثاني على الفيسبوك، وريني فايلر هو الأول على الفيسبوك وهو الثاني على تويتر، وإيهاب جلال حصل على 264 صوت و 3% على تويتر. إذن في استفتاء الجمهور أفضل مدرب هو ريني فايلر، المركز الثاني هو عماد النحاس، والمركز الثالث هو إيهاب جلال. لم يتبقى لنا إلا أصحاب المهمات الصعبة يا كابتن وليد، وكان عندنا يعني عدد كبير جدا من الحكام بيتنافسوا. كان في محمد معروف، إبراهيم نور الدين، كان في موجود أمين عمر، كان موجود محمد الحنفي، كان موجود أحمد الغندور، كان موجود محمود البنا. والمنافسة على المركز الأول شهدت تنافس كبير جدا، لكن في النهاية انحصرت بين هذا الثلاثي. إذن أفضل حكم أصحاب المهمات الصعبة ربنا يكون في عونهم، كابتن حازم. الفار. على فكرة احنا يعني ما خدناش النقاد ولا المحللين، احنا خدنا رأي الاثنين المحكمين الكبار بتوعنا المحللين، الكابتن شناوي كابتن سمير عثمان، لكن سبناه على الفيسبوك. تفضل. يعني لا، التحكيم معرفش، يعني كلهم شبه بعض بصراحة، او مش حاجة واو يعني.
انا بشوف محمد عادل كويس جدا. نعم. اللي هو شبه كابتن ايمن الكاشف ده. ايوه بشوفه كويس قوي. انا مرات لخبطت فيه على طول. بس ما اعرفش مش موجود في التقييم يعني، لكن يمكن من كلهم ناس بتكتئب طبعا وكويسين. يمكن البنا ممكن يكون السنه دي احسن شويه. نعم. الغندور اتحسن قوي عن قبل كده، والفار ساعدهم برضو بصراحه يعني، دي حاجه تحسب للفار. انا بشوف ان الفار هو الحاجه الكويسه برضو السنه دي اتعملت. كابتن وليد. بشوف ان الكابتن البنا قدم موسم كويس قوي. كابتن الحنفي برضو الموسم بتاعه مميز قوي. كابتن الغندور، كابتن محمد عادل السنه اللي فاتت كان احسن من السنه دي. السنه دي عنده ضرب شويه، لكن بصراحه هم اجتهدوا كلهم، لكن اشوف ان الكابتن البنا السنه دي كويس قوي من وجهه نظر البنا. الحقيقه بالنسبه للحكام كانت حيره كبيره جدا، هل الساده المحللين والنقاد ولا نختصرها على الكابتن الشناوي والكابتن سمير وعثمان. المركز الاول كان احمد الغندور، المركز الثاني كان محمود البنا، والمركز الثالث كان محمد الحنفي. لكن الجمهور كان له راي اخر. في استفتاء احسن حكم شارك على الفيسبوك 6300 وعلى تويتر 683. محمود البنا حصل على 4200 على الفيسبوك بنسبه 64%، ونسبه 64% على تويتر. محمد الحنفي حصل على 549 على الفيسبوك بنسبه 14% على تويتر. احمد الغندور حصل على 368 على الفيسبوك ونسبه 22% على تويتر. اذا استفتاء الجمهور اعطى لمحمود البنا افضل حكم هذا الموسم. هذا كابتشناوي كابتشناوي قالوا ايه بقى؟ انا فاكر الكابتشناوي قال الغندور. كابتن سمير فكروني الكابتن سمير قال مين عشان بس برضو الغندور برضو؟ محمود البنا، محمد الحنفي، ثلاثه كويسين، وامين عمر، الاربعه هم اختاروا الاربعه، بس احنا عشان الاستفتاء عملنا ثلاثه فكان كده. هذا كل ما لدينا. كابتن حازم كلمتك الاخيره. حبيبي يا كابتن بشكر حياك. موسم طويل جدا وموسم صعب جدا، وموسم اعتقد ان شاء الله ما يتكررش تاني باذن الله، يعني زمن الكوره ما يتكررش تاني ان شاء الله. الموسم الجاي يكون احسن، منظم اكتر، المنافسه تكون احسن. مبروك للنادي الاهلي، يستحق الدوري السنه دي عن جداره واستحقاق، نهايه من نص الدور الاول تقريبا. مبروك للفرق كلها اللي حاولت، مبروك لمصر على الزمالك والاهلي بيوصلوا فاينل افريقيا. يتمناها ان شاء الله مباراه في الملعب فقط، الاحسن يكسب واللي ما يكسبش يعني هو فرقه كبيره برضه انه يوصل فاينل. ف يعني عايزين يبقى فيه هدوء، وكل واحد يشجع فرقته ان شاء الله في باحترام وحب وتقدير والطموح وكل حاجه عملها لفرقتك، ولكن في حدود. والزمالك ممكن يقف على شخص واحد؟ لا، الزمالك موجود، داخلين في 110 115 سنه اهو دلوقتي، احنا 111 موجودين يعني، كلنا بطلنا والزمالك شغال، فما فيش حاجه هتفضل ان شاء الله. الزمالك هيفضل موجود، وان شاء الله يعني انا عارف كنت اثنين اهلي، بس ان شاء الله الزمالك ياخد بطوله باذن الله. احنا بنحبك يا حازم قوي الا في النقطه دي. قوي يعني لحد النقطه دي يعني سيبني اعزمك في كل الدنيا. خدت الدوري السنه دي وخدته السنه اللي فاتت، ده افريقيا بالنسبه لنا انت حبيبنا يا زومه والله. حبيبي يا كابتن، حبيبنا. كابتن وليد، كلمه او لمستك الاخيره. قول يا رب يا رب. لا عايزين نقول ان طبعا الاهلي احسن فريق الموسم ده، لازم برضو اختيار احسن فريق النادي الاهلي بكل الارقام. من وجهه نظري احسن هدف حسام حسن اللي من نص الملعب. بتفق بقى مع زومه ان احنا عايزين نطلع بمباراه نهائي افريقيا بمكسب لمصر. مكسب لمصر، مكسب سياسي ومكسب اقتصادي ومكسب سياحي. اتمنى ان المباراه دي تسوق على كل العالم، والعالم كله بيتفرج على فرقتين من بلد واحده بتقام المباراه على ارض نفس البلد اول مره في التاريخ. وهننظم السوبر ان شاء الله، بس اول مره في التاريخ في المواجهات الافريقيه ان يتم اثنين من دوله واحده. صحيح. فنتمنى كمان رساله للعيبه، للعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك، اتمنى انتوا كمان يا جماعه تركزوا ان انتوا تقدموا لنا كره حلوه. اكيد المباراه دي ممكن تطلع حاجه من اتنين، يا مباراه وحشه قوي وصفر صفر ونروح لضربات جزاء ويبقى الخوف هو اللي مسيطر فيها، او ان يبقى فيها ثقافه انا عايز اكسبك علشان اقول ان انا الاقوى. الاثنين هيلعبوا للمكسب يا رب ان شاء الله. نتفرج على مباراه كبيره، وانا بقول لجمهور الاهلي ما تقلقوش كالعاده ان شاء الله باذن الله، كلنا ثقه
في لعيبتنا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ فاكر ايه يا عم اللي خف يروح؟ نفس السؤال اتفضل كمان. وان شاء الله باذن الله البطوله اهلاويه ان شاء الله. نفس السؤال اللي سالته للكابتن حازم، الاهلي ممكن يقف على شخص واحد؟ مستحيل، ولا على مدار التاريخ، ولا الاهلي بيقف على شخص واحد، ولا الزمالك يقف على شخص، ولا اي نادي يقف على شخص، ولا اذا كان نادي خاص، ولا حتى لو النادي خاص. لا نادي خاص ده لو وقف بماله ومظلم. لو بيلعب كوره وعنده مجلس اداره وعنده لعيبه وعنده جهاز فني مش هيقف عليه برضه. نورتنا يا كابتن وليد، نورتنا يا كابتن حازم، بشكركم اعزائي المشاهدين كل موسم وانتم بخير. خلص الكلام، مسك الختام، سلام.